معمر القذافي، ما هو الخطأ الفاذح الذي ارتكبه برأيك وانتهى بتلك النهاية التي شهدناها جميعا؟ أنه استخف بالقوى الشعبية عندما قال من أنتم، كان يتصور أنه هو الوحيد على الساحة. ولكن دعيني أقول لك كلمة حق في حق الرجل ده. الرجل ده في كثير من كلماته وتعبيراته وخطبه لو اجتزعتها لوحدها تجيها صادقة تماما. ده تنبأ بالكورونا وبالأمراض في حديث ده، والغرب هيعمل فينا إيه ويجب أن نتكاتف كيف. يعني لم يكن كل ما يقوله جنونا أو هراء، لا، كانت بعض كلماته صائبة، ولكنه كان مستخفا بالقوى الأخرى ولا يتعامل مع الواقع بشكل عملي. كان يحب ويكره ويبتعد ويصف وصياغات كثيرة.